احتضن او يعني يعني وقعت في حضنه ام تشافيز وهي امرأة اجنبية عنه، وقع يده لامسها يعني صافحها، وهذا ايضا باجماع العلماء فسق، لا يجوز مصافحة المرأة الاجنبية، حرام. زين، فقالوا لا ويجوز وما ادري، كان محرجا والى اخره. وفي البدايه هم حاولوا يعني السفاره الايرانيه في الكويت، والله ما يستحون هذا حقيقه، لا النظام يستحي ولا سفاراته تستحي ولا حكومته تستحي. يعني قرات انا بيان للسفاره الايرانيه في الكويت اذا لم تخني الذاكره، انه كان واقع تزوير في الصوره، وخلوا صوره اخرى انه هو مع البرادعي هذا المصري. أنه هو مع البرادعي، وتبين أن تلك الصورة مزورة، اللي يعني اللي مع البرادعي، شالوا صورة المرأة وخلوا صورة البرادعي. كيف بين أنه البرادعي قامته أطول من أحمدي نجاد، لهم مقابلات سابقة، فهنا ظاهر أنه جدا قصير، بحيث أنه صلعة البرادعي جاية هنا. عرفت شلون؟ شنو هذا الكلام؟ يضحكون على الناس. سفارة يعني تخيل، سفارة نظام يعني جهة رسمية هكذا تكذب أمام الناس، ما يستحون أصلا من الكذب.